هذا السائل يقول: هل يصح أن يوصف الزمان بأنه زمان سوء كما في قول المؤلف وزمانك زمان سوء؟ ما قال زمانك زمان سيء، يقول زمانك زمان سوء، يعني فيه سوء أهله وما يحدث فيه. فالزمان نعم، الزمان يحدث فيه شر ويحدث فيه خير، لا أن الزمان نفسه شر أو الليل والنهار شر، لا، الذي يحدث فيهما هو الخير أو الشر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. العيب هو في أهل الزمان، لكن قد يتسامح في التعبير ويقال الزمان كذا، وإلا المقصود أهل الزمان وما يحدث فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.